السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نماذج أسئلة فيزياء للصف الثالث متوسط ويهن المرشحات لمادة نصف السنة. النموذج الأول هذا النموذج الأول فيزياء لمادة نصف السنة اللي يمتحنوا بها قسم من طالباتي وقسم من متابعيني دزوها لي خاطر تستفادون من عدها. وهذا النموذج الثاني حتى للتمهيدي هم يستفادون من عدها. نزلت ناني قناتي عدتلي. وهذا النموذج الثالث وهذا النموذج الرابع ويا التكملة. هذه 6 أسئلة ألف وباء. وهذه المرشحات، ها عيني هاي المرشحات. إن شاء الله واضح الفيديو، يعني ما وياهن الحل. واني طبعا منزلتهن بقناتي الحل كله منزلته هذه، وشارح الكتاب كله. أي شيء أي سؤال بس قولوا لي شنو ما فاهمين، خاطر أشرح لكم إياه من مسائل من مرشحات من تعاليل. وهذه هم أسئلة. الفصل الأول، الفصل الثاني، والفصل الثالث، والفصل الرابع. هاي أيضا مرشحات، إن شاء الله تستفادون من عدها.